تكون مختصر في أي مدخلة لأن الحقيقة طبعا كما هو وضحنا نتكلم على بعض الأسامي المدن أو خلفيات ومصادر هذه السميات خاصة بالمدن المدرسية. طبعا سبق أن أساتذة الله يبارك يعني تكلم عن الموضوع وحتى تكلم على فئة من الفئات المدن المدن إلى وذكر بعض معالم ومن أين جاءت التسمية. إذا نبدأ ببومرداس نتكلم عليها استاذنا ربح طبعا باختصار. إذا هذه هي زاوية تاع بومرداسي بعد الترميم وهذا ضريح سيدي علي بن علي بن أحمد بومرداسي. إذا هناك بعض المعلومات مش حنعاودها بزاف لأن فقط أشير إلى أن بعض المتكلمين عن بومرداس يظنون خطأ أنه ينتمي إلى قبيلة مرداس. يقول بومرداسي إذا هو قبيلة مرداس وهذا غير صحيح لأنه مرداس ليست من الأسر الشريفة التي تعود إلى بيت العراقي وبالتالي فبومرداس هو المكان الذي جد سيدي علي بن علي تمركز فيه قبل أن يأتي إلى منطقة الجبيل فأطلق عليه البومرداس نسبة إلى المكان وليس نسبة إلى القبيلة. إذا بلا ما أعطي لأن سير بحث كلمة عليها. هذا أيضا هذا روشنوار قديم يعني في الاستثمار الفرنسي. نروحوا إلى تسمية أخرى هذه بين من صورتها هي مدينة دلس من الأعلى وهذه القصبة. إذا دلس هي اسمها الفينيقي كما تكلم الأستاذ نور الدين سابقا. المصادر البسيطة تسمى تدلس وأستاذنا إسماعيل عنده كتاب خاص بهذه المدينة. بلا ما أفصل أيضا فيها هي نسبة إلى نبات الدليس فتسميت دلس. أصبحت بلدية بالمرسوم الفرنسي في 1856. نروح إلى مدينة زموري البحري اسمها الفينيقي الروسي بكاري كما تكلم الأساتذة وهي مرصد دجاج في العصر الوسيط. لماذا الدجاج؟ الله أعلم تبقى في البحث لأن بحثت عن الدجاج لماذا؟ كاينة ماذا وقع؟ مرصد الدجاج لأن كان ربما كانت في مشروع بتجارة الدجاج. هذا دجاج الماء. الماء كي جيت الانترنت هو الفوجات والدخل تاعو يجي قلت على البراج مش كيما الاخر وصغير على كيف كانت الدجاج تاع الدجاج الماء يخرج لها. شكرا. اذا بلاصه كيسموها المكان الكبير في الجديد الحجم في الكعبه ملكا اطلق عليه استعمار فرنسي كولبي وهو اسم الاميرال الفرنسي قائد حمله على الصين أعيد لها الاسم زموني بعد الاستقلال. وهناك أيضا هناك ملاحظة في الأخير كان زمورة وهي مدينة ودائرة تابعة لولاية غيزان وكان أيضا برج زمورة في ولاية برج بغداد. إذن يعني زموري هذه ماهيش فقط عندنا وهي طبعا مستمدة من الكلمة الأمازيغية أزمور. وكان زمورة في تلمسان وكان وهذه الصورة تكلم عليها الأستاذ قبل وهو أثر لها التي يعني هي الآن في ما تزال في مجال البحث. عندنا أيضا مدينة أخرى وهي يسر. يسر إذا نفس الاسم الذي عرفت به حتى قبل العهد العثماني كانت تسمى يسر تنتمي إلى نهر يسر أصلها إغزر الأمازيغية وهو الذي يعني الواد. وعرفت باسم خميس يسر بسبب السوق الأسبوعي الذي عرفت به وهي اليوم يسر كما هو معلوم. عندنا ايضا ليزيسير او ايسير فيل كما اطلق على الاستعمار الفرنسي. وفرنسا قسمت الى مجموعه من المقاطعات. عندنا ايسير جديان وعندنا ايسير دروع وعندنا ايضا ايسير الويدان وعندنا ايسير ولاد سمير. وكل منطقه طبعا لها مجموعه من جديان. نعم ويسر جديان. ايه جديان في البلد. فبالتالي كل هذه جديان دروع
والويدان ثم يسر ولاد سمير. طبعا المنطقه التي كانت تشرف على وادي السر قسمتها فرنسا واعطتها هذه الاسماء. ايضا هناك ملاحظه مهمه وهي ان يوجد وادي السر في مشارف مدينه امسان بنفس الاسم، وهو عندما كان الولي الصالح ابو مدين شعيب متوجها من بجايه الى مراكش لما استدعي من طرف الموحدين توفي بالقرب من هذه المدينه، واوصى بان يدفن في مدينه العباد، ولهذا الان اصبحت تسمى مدينه ابو مدين، وما يزال ضريح ابو مدين شعيب موجود في منطقه العباد. لان على سبيل العباد قيل لان في كثير من الاولياء كانوا مدفونين في هذه المنطقه فسمي هي 30 كيلومتر على جنوب مدينه تلمسان. وهنا قالها هنا يحلو الركاز. نعم. اذا هذه خريطه ليسر قدمها طبعا فليسا اوليل في الاعلى وسيباو في المنطقه الشماليه، وهذا ايضا وادي سر. نروح الى مدينه اخرى وهي برج منيل. وطبعا برج منيل واسمها القديم بصاره، هناك اختلاف في المكان. المكان الذي وجد فيه هناك من يقول قرب السر، هناك من يقول في البرج الموجود الان او اللي كان الذي بنت عليه الدوله العثمانيه او برج إمناي. من اين جاء الاسم؟ طبعا فرنسا عندها واحد الروايه، روايه شفويه وروايه حكواتيه، هي تسمى برج العذراء على اساس ان هناك امراه صالحه جاءت من منطقه تمسيلة وسكنت في هذه المنطقه فسميت على اثرها برج العذراء. عندما قال برج العذراء يعني كان البرج سبق هذه المرأة، كانت صحيحة على كل الاتصال. لكن الأصل التسمية هو كلمة أمازيغية وتعني برج إمناين، وهو برج الفرسان، لأن العثمانيين لما جاءوا بنوا البرج هناك. وطبعا الأبراج العثمانية دائما يكون فيها علم، كان هناك حامية عسكرية تحمي البرج وتحمي أيضا الطائف الذي بني عليه البرج، أو تحمي أيضا تساعد الحاميات أو يسمى بالحاميات اسم النوبات النوبة. فبالتالي سمي برج إمناين وحرف برج منيل كما قال الأستاذ بن مبارك، كثير من الأسماء حرفت لأنها نقلت من التسمية الفرنسية. تجي فرنسا تكتب الاسم القديم ولا الاسم الصحيح بحروف لاتينيه، عندما حنايا واللي جاوا بعد يجوا ينقلوا الاسم ينقلوه من الفرنسيه، وبالتالي يبدا يختل بودواو بودواو وهكذا. برج منيل برج منيل وهكذا بدات التغيير. فاصلها هو برج إمناين الذي بني سنه 1594. اذا برج منيل هو اسم فرنسي. فور دو لافيرج ايضا تاسست البلديه في 18 نوفمبر 1870. روحوا الخميس الخشنة وهي أيضا مدينة معروفة، كانت تسمى في عهد الإستعمار الفندق، وعلى حسب فريد كان هو الفندق ما زال آثاره لأنه عنده صورة هو لهذا الفندق، لكن طبعا لم يبقى كثير منه. فهي عثمان سميت باسمه فندق لأن كانت هناك فندق ربما أكيد محطة وكان تابع للحراش. سنعرف من بعد اسم القديم هو خلال العصر الوسط هو الخشنه، ومنه جاءت ما يسمى بوطن الخشنه، وطن الخشنه قبل ان ياتي الاستعمار الفرنسي، وهي قبيله عربيه من عرب بنو هلال كما اشار ابن خلدون. الحكم العثمانيه جعلت منه وطنا تحت وطن اسمه وطن الخشنه. اذا هي كونتون دو ميزون ميزون كاري وهي الحرش سابقا، تاسست هذه البلديه في 31 ديسمبر 1956. وهذه منطقه الخشنه التي كانت في عصر الدوله العثمانيه تمتد الى غايه البحر الابيض المتوسط. الثنيه سبق الكلام عليها، لا اريد اضافه. في زينه العيشه بالامازيغيه فقط ما قالتش من اين استمدت هذه التسميه. سمتها فرنسا مينيرفيل، وهذا مينيرفيل هو شارل لويس بينسون دو مينيرفيل، وهو قاضي فرنسي مشهور عاش من 1800 إلى 1876. ثانيا اذا هي قبائل بربريه اي تعيش قيل عربيه عرفت بهذا الاسم قبل الوجود العثماني بالجزائر
قد ذكرت مصادر المعركة بين خير الدين بربروس وبين القاضي في يعني كانت إمارة كوكو، وكان في ثنيت بني عيشة أو بني عائشة بالعربية وبني عيشة بالدارجة طبعا. الآن حرفت نزعت كل بقات غير في مدة ثنية اللي قالت ثنية طبعا لا يعرف تاريخ هذه المنطقة. بودرو تكلم عليها يعني وتأكدت الرواية أن بوضواف حرفت إلى بودرو وسمت فرنسا أرما نسبة لاحتمال تجنى أحد انتصارات الفرنسية بمدينة كريمي بجنوب أوكرانيا من 1855. إذا هذا هو الأساس. هذا جون الكتاب هو اللي تكلم عليها جيوغرافي دو لاجيني أباج 49 تلقى هذه المعلومة. ذكر الرحالة شو في رحلته فهي في بودواو بمعنى أن الاسم هذا بدأ يحرف حتى ربما قبل ربما قبل الوجود الفرنسي. أرما ربما إلا هو تكلم بودواو هو تكلم ضاد حوله إلى ذلك. خاطر تحريف ما جا غير مع الاجنبي. هي هو كيكتب هو كتب بالانجليزيه فما عنديش الضاد. فهو كتب ايضا بودوا. عندنا ايضا الماسونيه هي العزيز زعمهم سابقا. سماتها فرنسا هاوس اونفيل. والمنصور في 1794. طبعا الماسونيه لم تكن معروفه في ذلك الوقت. بقات العزيز زعمهم. ثم حتى فعل الاستقلال كانت تسمى العزيم هنا وهنا مازال شارية العزيم ثم طبعا الان سميت بالناصريه اظن يعني ما متاكد بان هذا الاسم تيمنا بالاسم القديم لبجايه ايام محمديين وهو الناصر ناصر بن الناس لما بنى بجايه سماها الناصريه على اسمه وربما استمد هذا الاسم من هذه المدينه. الناصرية تيمن بالنصر الاستقلال. ربما. الدرية شنو اسمها؟ حج درية 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 شنو إذا بن عمران هي أيضا من قبيلة من صنهاجة قبيلة بربرية الذين توجد منهم خمس بطون في الجزائر كما قال بوزيان دراج في كتابه الجميل حول القبائل الأمازيغية. إذا بقات بنفس الاسم حتى في عهد الاستعمار الفرنسي إلى يومنا هذا ما زالت تسمى بنفس هذا الاسم وهي بني بن عمران. يعني هي قبيلة صنهاجية أمازيغية. جنة تكلم عليها أستاذنا ما نزيدوش. طبعا الفرق فقط هو ان حرف الان اسمها من جنات الى جنات فاصبحت تسمى جنات كاب جينات وليس كاب جنات. طبعا التحرير دائما يعود الى الفرنسي. سيدي داود هو ولي صالح سميت باسمه هذه يعني المنطقه سمتها فرنسا بوا ساكري. طبعا قلنا كان اهلها المنطقه يتبركون بها ثم حكمها جابرييل ابو واصبحت تسمى بهذا الاسم هو ساكريبو ابو ولا ابو فيل تقراها في المصادر الفرنسيه اسمها ابو فيل. واليوم عدت الى اسمها القديم وهي سيدي داوود نسبه الى ولي الصالح. لو كورسو هذا عندما تروح تكتب الكورسو في الويكيبيديا يخرج لك هذا يخرج لك بان كان هناك واحد احتفال في ايطاليا نظن في ايطاليا اسمه لو كورسو فكان بعض الاقاويل تقول بان كورسو سميت من خلال هذا التسميه هذا طبعا غير صحيح لان الكورسو ظهرت قبل الوجود الفرنسي في الجزائر ذكرها دكتور شو في كتابه ولهذا بعض الاحتمالات تقول بان القائد حسن كورسو هو الذي سميت عليه المدينة وهو الذي حكم الجزائر خلف صالح رئيس مؤقتا سنة 1556. قسمتها فرنسا إلى قرص فوقاني أو بعلوي وسمته سانت ماري وهو اليوم حي كبير يسموه بن الرحمون. قرص التحتاني أو السفلي وهو اليوم قرص المعروف بهذه المدينة. هناك رواية أيضا طبعا
تقول أبوها صفة كثير متعدية، لكن هناك رواية شفهوية يقول بأن الواد قرصو كان فيه ناموس بزاف. فيقال بأن انتشرت تسمى ناموس، يعني كان يقرص في سمو منطقة قرصو، ثم ربما رواية تميل إلى أي طرف أكثر من أي واقع، ولكن نسمعها عند قدماء أو كبار السن. سبب إذا نفس تكلمنا عليه وهو الآن هذا ما تبقى ما باش الآن عجز راحل حتى هذا الآثار المتبقية زادت وزادت دائما مثل شوية. والسبب إذا سبب أو واد سيبو يعتقد اسمها مشتقة من الكلمة الرومانية والتي تعني الواد أو سيبيس كما أشار أستاذنا قبل ذلك. شهد العثمانية وأسفل أو أسفل البرج أسفل الواد برج سمي بور سيبو سنة 1920 كان قائد يتبع إلى السلطان مباشرة ويدفع ضريبة يسوي ما يدفعه بيت أسري، بمعنى هذا يقولها هذه المعلومة يقولها الزهر، بمعنى قائد سيبو كان تقريبا يعني مثل اسمهم البيات رغم يعني كقيمة، نعم بمعنى هو باي رغم أنه لم يكن باي. أيوة المنطقة كانت لها ربما خيارات كبيرة ولهذا أعطى أهمية كبيرة لهذا لهذه المنطقة. هناك أيضا ملاحظة تؤكد هذا المعنى وهي واد سيبوس، وهو بمدة قال ما يصب في البحر المتوسط عند مدينة عنبة. سيبوس سيفيس يعني هي بين تحريف مباشرة للكلمة الرومانية، ولهذا يعتقد بأن سيبو هو اسمها قديم من هذه من التسمية. تورغا أيضا اسمها الروماني تيجيس أو تيجيسيس، وتورغا اسم أمازيغي يعني رش النمل، عرف به قبل الاحتلال الفرنسي، ثم سمت فرنسا أوراس فيرني نسبة إلى رسام فرنسي مشهور توفي عام 1863. بغني يتكلم عليها أستاذنا رشيد 14 فصل فيها دكتور شو في كتابه رحلة، يقول بأن هناك 14 مخاضة، كان الواد فيه 14 مخاضة، ولهذا يعني هو تحريف 14 المقداع ولك اسم ما هو. فبالعربي كان يسمى المخاضة ونحوها هذه المخاضة وأصبحت تسمى 14، وإلى من هذا ما زال تسمى 14 14 جي. دونك شوف فواياج دون ليجونس داجي باش 304 تيمزريت تيمزيت تلقى ايضا تيمزيت لانها كلمه امازيغيه تعني المنطقه العاليه التي ينظر من خلالها الى بعيد، وهي فعلا عندما تروح تيمزيت 900 متر في العلو، اذا تقع باعلى جبال فيسا وهي قمه علوها 900 متر، وكانت تمثل قاعده قبيله فيسا املي اسمها مستمد من موقعها، وهي كلمه امازيغيه تعني مكان حيث يرى الى بعيد والى كل اتجاهات. كان ملاحظة أيضا هناك تيمزريت بلدية ودائرة بجاية إلى من هذا مازال تيمزريت نلقى أيضا هي بلدية ودائرة في ولاية بجاية. سي مصطفى سميت نسبة إلى الشهيد شهيد الثورة التحريرية، اسم الحركة تاع هو الشهيد محمد السعودي الذي استشهد في المنطقة. قبل هذا كان يسمى أرض المولود، يبدو أنه اسم القديم للمدينة قبل الاستعمار فحافظت عليه فترة من الزمن، ثم غيرته إلى فيليكس فور. فيليكس فور وهو أحد رؤساء فرنسا، وبعد الاستقلال طبعا استرجعت اسمها ومش استعرف وإنما سميت على هذا الشهيد لواء سينستار رحم الله شهداءنا. تسمى أيضا بلاد جيتون وهي مكتوب أرض المولود، ثم فيليكس فور المرسوم الفرنسي في 6/8/1875 ظهور بلدي. تشلبين أيضا سميت وهو اسمها أمازيغي نسبة إلى حرفة الحياكة، كانت منطقة معروفة ب حياكة الجلالب سميت تجلابين. علاش تجلابين؟ اسمها القديم والحالي وهو تجلابين، ويقال أن البلدة اشتهرت بخياطة الجلالب. طبعا كانت تسمى بال فونتان كما تكلم عليها رابح، بال فونتان في عهد فرنسا، دائما فرنسا دائما تبدل الكلمات تبدل الأسماء طبعا من أجل حمادي اليوم لم يتغير اسمها منذ ما قبل الاستعمار، الآن جاءت حمادي تبقى أيضا للبحث
سوق الحد أو الأحد بالنسبة لسوق أسبوعي في هذا اليوم، وقبل احتيال فرنسي كان موجود. يقال بأنه كان تابع ثنية ثم استقل وأصبح سوق الحد بلدية مستقلة. بوزكزا أيضا لها نفس اسم، يعرضه إلى اسم أمازيغي وهو زكزاو. فهي إذا بور زكزا وهو كان دوار في عهد الفرنسي قابل نفس الاسم. لقاقة وهي عين ماء اسم مستمد من قطع الواد. ولاد موسى اسمها الاحتلال الفرنسي سان بيير، ولاد الدلاج سان بول، وهما قديسان فرنسيان. وطبعا عندما نقول ولاد موسى ولا ولاد الدلاج ولا اكيد تكون تسميه لعائله تكون معروفه او اولياء ربما. طبعا هذه كلها ما عنديش عليها معلومات مهمه تحتاج طبعا الى بحث، ولكن على العموم دائما ولاد موسى ولاد غانيه ولاد كلها تنتمي الى بني كما بني عيشه بني ايس. كلها طبعا هي اما تكون عربيه جاءت مع مع بنو هلال كما شفنا مع الخشنه، او انها امازيغيه طبعا استقرت هناك عبر الزمن. حبيت نروح بشرة إلى تصنيف الأسماء بشكل خلاصة القول. هناك أسماء شخصيات تسمت باسمها منطقة. عندنا وليان صالحان بومرداسي سيدي داوود، شخصية عثمانية قرصو، شخصية ثورية سي مصطفى. هناك أيضا أسماء ذات خلفيات قبلية، ثنيت بني عيشة، الخشنة، بني عمران، بنو جناد، ولاد موسى، ولاد هتاج، وبن شود بن قوسين. عندنا أسماء من نشاط المنطقة، يعني النشاط الحرفي أو النشاط. عندنا سوق الحد وهو نشاط تجاري، عندنا نشاط عسكري برج إمنين نسبة إلى برج، وعندنا أيضا صناعة الحياكة وهي تجلابين. أسماء فرضها الموقع المكاني يعني مرتفع ولا الواد ولا. عندنا تيمزريت مرتفع 14 مخاضة في الواد. بوزكزا نسبة إلى الخضرة، بغية نسبة إلى كما قال الأستاذ وهي المنطقة الأراضي الخصبة، القاطع قطع الواد، يسر يغزر وهو الواد، سيباو الواد أيضا. أخيرا أسماء مصدرها نباتات، عندنا دلس الدليس، وعندنا زموري الزمون، ثم أسماء مصدرها حشرات كما بدواو بوضوا، وعندنا عش النمل اللي هو اللي هي تاوكا. هذه إذا اسم مدينة تاريخية مصرية. وشكرا واسمحوا لي.